في الوقت اللي فيه ضرب نار في المغرب وصراع جبار على مين اللي هيحسب لقب الدوري المغربي، وحد آخر ثانية مش قادر تحدد إن كان الوداد هو بطل الدوري ولا الجيش الملكي ولا مين، بتنتهي مباراة العك الكروي في كأس مصر، مباراة الاحتواء وفضيحة تحكيمية جديدة داخل كأس مصر بين الزمالك وفاركو. الزمالك اللي قدم شوط أولاني يعتبر جيد وشوط تاني انهيار تام في الأداء، بيفوز على فاركو بثلاثية مقابل هدف، والحكم بيهدي ضرب الجزاء من وحي الخيال لنادي الزمالك، وجوارديولا بيزور مصر مع أسرته عشان يستمتع بالحضارة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وإخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا أبو الصحاب، مستني إيه عشان تدعم أخوك باللايك؟ واللي مش مشترك في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، الزمالك اللي بنعشقه ومدرسة الفن والهندسة اللي كنا بنتغنى بيه ونقول دي مش كورة دي مزيكا، بقينا بنقول دي مش كورة دي استهبال، أداء سيء وأداء يعني مفيش فيه لا حماس ولا رجولة. الزمالك النهاردة كان بيقابل فاركو في كاس مصر، مباراة رد الاعتبار، مباراة الصقر بعد ما فاركو مفاز على الزمالك من شهرين تقريبا بثلاثية مقابل لا شيء، وكلنا كنا حاطين أمل إن الزمالك هينزل يفرم فاركو، الزمالك هينزل ينتقم، الزمالك هينزل ياخد الطار، الزمالك هيعرف فاركو يعني إيه التيشيرت الأبيض بالخطين حمر، ويعرفه من الزمالك يمرض ولا يموت، وإن اللي حصل في المباراة السابقة لا يمكن يعود. لكن لعيبة الزمالك مش مدركة ان الزمالك قابل فاركو اربع مرات، فاز فاركو في مرتين والزمالك فاز في مباراة وتعادلوا في مباراة، يعني فاركو تاريخه اقوى في المواجهات المباشرة ما بينه وما بين الزمالك، وقلنا اللعيبة هتنزل رجالة. لكن فوجئنا بشيء غريب، تباطؤ في الاداء، سلبية، مفيش حماس، مفيش جدية، مفيش رغبة في الفوز، لحد ما يجي الحكم ويحسب ضرب الجزاء من وجهة نظر الشخصية التي لا قيمة لها على الإطلاق من وجهة نظر برضك الكابتن مدحت شلبي، إن مفيش فيها حاجة، ضرب الجزاء من وحي الخيال. آه صحيح لاعب فاركو لمس إيد أحمد سيد زيزو، لكنه ما ضربوش بالنار، ما شدوش، ما عوروش، ما عرقلوش، ما عملش اكتر من ان هو لمس ايده، فزيزو بمنتهى الذكاء وقع في الارض عشان الحكم ما يترددش. تيت ضرب الجزاء. تيت ايه يا مولانا؟ الكوره فيها ايه؟ اتعادت بدل المره اتنين وتلاته، وكل مره بتاكد ان الالتحام طبيعي، مفيش فيه اي شيء، وقلنا الفار بقى هينصف يعني العداله اللي احنا الزملكاويه بنطالب بيها دايما، لكن الفار كان في اجازه. الفار كان بيدور على القط عشان ياكله، الفار يعني بيدور له على حتة جبنة، كان جعان ولا حاجة، مفيش أي حاجة، وبتتحسب ضربة جزاء عشان يتقدم أحمد سيد زيزو بالزمالك ويصبح الزمالك في المقدمة بهدف مقابل لا شيء، وابتدأ الشوط بعد الهدف يعني هجمة هنا وهجمة هنا على استحياء، بدليل إن المباراة كلها فيها خمس ركنيات، ثلاثة للزمالك واثنين لفاركو، عشان تيجي اللمسة الفنية الوحيدة اللي في المباراة من مصطفى شلبي في آخر الشوط الأولاني ويحرز هدف R2 عالمي. كورة مفيش أجمل من كده من مصطفى شلبي عشان يتقدم الزمالك وينهي الشوط الأولاني بهدفين، إلا إن في بداية الشوط الثاني عمرو جمال بيعود بفاركو بهدف، ما تفهمش لعيبة الزمالك كانت بتعمل إيه داخل ال 18
في 77 لاعب من الزمالك جوه منطقه ال 18 الا ولا واحد فيهم يا مؤمن واقف مع عمرو جمال اللي بيحرز هدف ساذج جدا وغلطه دفاعيه تجنن مدحت عبد الهادي من على الخطوط اللي كان واحد من افضل مساكين نادي الزمالك. وعشان الزمالك معودنا كالعاده انه لازم يحرق دمنا والمباراه مهما كانت سهله يصعبها ويخلينا قاعدين على اعصابنا وفي حال التوتر، والمباراه كمان كانت ممله للغايه لدرجه ان احنا بنقول يا رب بقى الحكم يصفر من الدقيقه 60، مش عشان بس الزمالك يكسب وهو مكسب وخلاص، لا عشان نخلص من الملل اللي فيه المباراه. وابتدت الكوره ما تفهم ان مين اللي بيهاجم ولا مين اللي بيدافع ولا مين بيلعب فين ولا مين رايح فين ولا مين جاي منين، حتى المدير الفني عمال يعمل تغييرات ما تفهمش سيد نمار مركزه ايه، طب احمد الحاج هتلعبه فين، طب مصطفى شلبي هيلعب راس حربة ولا هيلعب مكانه، عك في عك والمباراة كلها عك عشان يجي احمد ابو الفتوح ويضيف الهدف الثالث في اخر المباراة، يعني بالقضية ممكن كده ورصاصة الرحمة عشان يريحنا ويخلص المباراة، والحمد لله على فوز الزمالك النهاردة والتأهل في بطولة كاس مصر، البطولة اللي بنحلم احنا الزمالكاويه ان الزمالك يحسمها عشان ما يبقاش الموسم صفري، لكن الاداء ده بيخلينا نشيل الهم قبل البطوله العربيه وبيخلينا متوترين وقلقانين ان احنا ما نروحش نتفضح في طيحه المطاير يوم طهوره، لان لا النصر هيرحمنا ولا البطوله العربيه هيبقى لينا فيها بالاداء ده شكل ولا مستوى، وهيضيعوا سمعه نادي الزمالك وتاريخه. يلا الحمد لله على الفوز. وفي الوقت نفسه كان جوارديولا بيزور مصر مع اسرته عشان حاتم بطيشه يقول لك يا اخوانا جوارديولا في مصر، يعني يا ريت نلعب كوره يمكن الراجل يفتح التلفزيون كده ويشوف الماتش ولا حاجه فيشوف حاجه حلوه، لكن لا في لقطايف ولا لطايف ولا في اي حاجه يا عم حاتم. وجوارديولا ايه اللي سايب الهرم وسايب المتعه الحضاريه المصريه عشان يتفرج على الزمالك وفرقه اللي جمهور الزمالك خد منهم كل الأدوية؟ وفي الوقت نفسه مباريات الحسم في الدوري المغربي، الدوري المغربي اللي مولع ومشعلل وتحس فعلا ان هناك في منافسة شريفة، مين اللي هيحسم البطل الدوري؟ مين اللي هيبقى بطل المغرب؟ الوداد اللي كان متقدم في الشوط الاولاني ولا الجيش الملكي اللي بيحارب بكل قوته لحد اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها الدقيقة 87 ومحدش عارف مين بطل الدوري المغربي؟ هي دي قمة الإثارة وهي دي المتعة، وعشان مفيش هناك احتواء ففي هناك منافسة، لكن عندنا في مصر الاحتواء ملك كيس، اما انه يجامل الزمالك وفي بعض الاوقات يجامل للأهلي، لكن مفيش عدالة في الكرة المصرية. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، ويا رب دايما نكون عند حسن ظن سيادتكم. ومستني يا ابو الصحاب تقدر تقول لي يا صديقي العزيز ليه ما بتدعمش اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا.